يسعد أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء. من بين أزقة المخيم ومن وسط المعاناة والألم ينبت الأمل ضمن مشروع المخيم صمود حتى العودة. سنكون معكم من مخيم عين عري ونقدم أمانة حملناها من سيادة الرئيس محمود عباس إلى أبناء شعبنا الصامدين في هذا المخيم لتخفيف الأعباء الحياتية عليهم. مخيم عين عري يقع إلى الغرب من مدينة رام الله ويبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، وهو مقام على أراضي قرية عين عري الذي سمي باسمها. مخيم عين عري مخيم يعتبر من المخيمات الصغيرة، أنشئ عام 1951 نتيجة التهجير اللي حدث لأبناء شعبنا. طبعا وجد في قرية عين عريك اللي احنا بنفتخر بحسن الجوار فيها مع اهلها الاصليين، نظرا لوجود ينابيع الماء، لانه الناس كانت تلجأ وين في ماء يعملوا مخيم. تعود اصول المخيم الى قرى منطقة وسط فلسطين، البرية، جمزو، الكباب، عنابة، ابو شوشة، عسلين، اشواع، السافرية، السوافير، واللد والرملة طبعا موجودين هنا. عدد سكان المخيم تقريبا 1000 شخص. في جزء كبير من سكان المخيم طبعا عايشين في الجهة الثانية من البلد، لأنه ما بقي مكان يستوعب المخيم. في سنة 1967 نتيجة لحرب الأيام الستة واللي هو النكسة، حدث يعني هجرة ثانية من داخل المخيم إلى الخارج، اللي أوصل المخيم للعدد القليل الآن، ولا المخيم كان تعداده فوق 3000 نسمة في 67. طبعا إحنا بنقدم شكرنا الجزيل لسيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن على كرمه وتفضله برعاية مشروع اللي هو بيقدمه للمخيمات من أجل مساندة المخيمات بتوفير الحياة الكريمة لأبناء المخيمات في جميع أوجهها. والشكر موصول لمكتب الرئيس طبعا والعاملين فيه جميعا بدون استثناء وبدون ذكر أسماء. ديوان الرئاسة قام بتنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية في المخيم بناء على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس لتعزيز مقومات صمود اللاجئ الفلسطيني ضمن مشروع المخيم صمود حتى العودة. بخصوص المخازن، طبعا بثبت هذا الرئيس تم الاتفاق مع الحج محمود رئيس اللجنة الشعبية والإخوان إنه هاي المخازن هي من أجل عمل مشاريع يستفيد منها أبناء المخيم ولا أحد. صحيح، تم تجهيز المخازن هاي وتأهيلها بالكامل من بلاط وصارة وكهرباء ووحدة صحية بتمويل من مكتب الرئيس، مشكورين طبعا على ذلك. وتم الاستفادة من هذه المخازن بتأجيرها وتشغيلها من أجل صالح المخيم. يعني جزء من ريع هذا كله يعود لصالح المخيم. هذا شيء كثير حلو. احنا شوف شايفين اليوم، شايفين الفرن اللي افتتحوه، هذا مشروع طبعا الحاج محمود بيقول انه برضو كمان يعني عدا عن انه اجار المحل بيستفيدوا من المشروع، من المشروع. صحيح. المخبز طبعا تواصي، هذا تواصي طبعا على التواصي، خبز همبرجر، خبز حمام، خبز، هذا الخبز اسمه تشباتي، بيستخدموه في المطاعم لعمل السندويشات. ينتج الان بايدي وطنيه ما شاء الله عليهم الشباب، الحمد لله. يعني احنا كثير بنكون مبسوطين لما اي شيء بنعمل باسم تدريس، اي مشروع بنعمله ونيجي بعد مدة ونشوف إنه المشروع بدأ يشتغل وينتج، هذا إشي كتير رائع وإيجابي
للمشاريع القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يقويكم. طبعا طمعانين في كلام الرئيس إنه يكمل معانا المشاريع اللي طرحناها عليه. إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا اليوم جايين نسلمك للجنة الشعبية فوق برضو الأثاث كامل لإلكم. مشكورين طبعا. أثاث اليوم وأثاث مكاتب وأثاث المسجد زائد كمبيوترات وطابعة برضو لإلهم. بكرة كمان في نقلة تانية لحاويات خاصة بالمخيم. طبعا احنا باسم السيد الرئيس قمنا بالامس سلمنا مخيم عيني عريك احتياجات مكاتب اللجنه الشعبيه كما شاهدتوا. واليوم من ضمن التكمله للامس كملنا اليوم الحاويات اللي احنا بنعتبرها جدا مهمه لمخيم صمود حتى العوده. مخيم عيني عريك اللي هو قديش حيكون له تاثير إيجابي على المخيم من ناحية النظافة ومهم للسيدات البيت. فهذا إيش مهم إنه إحنا بدأنا اليوم كرئاسة إنه إحنا بدأنا أول من بدأ بالحملة بتنظيف أول شارع اللي مقابل للجنة الشعبية. كل مخيمات الأمة بزياراتها بمحافظات الشمالية عنا وضع الشوارع مأساوي لأنه ما في حاويات زبالة عندهم. فكنا نشاهد إنه يعني كل سيدة حاطة يعني الزبالة باب دارها. هلا هاي الحاويات مهمة جدا انه كل الزبالة رح تصير في داخل الحاويات، بتعطي منظر الشارع نظيف، منظر المخيم هذا شيء كثير مهم ونظيف. اتمنى انه بقية المخيمات الخطوة اللي مش عليها اخي الحاج محمود انه كلهم يطلبوا هذا. انا بعتبره مشروع مهم، يستقبل انا ما ارمم بيتي كمان بكمني انا كمان شوارع المخيم تكون عندي نظيفه، تكون عندي طل نظيفه باب الدار. اولا من ناحيه بيئيه لانه هاي البيئه النظيفه مهمه جدا لاطفالنا، بيتقن انه في مخيمات اكتظاظ سكاني عليها، في اطفال بيمشوا على الارض، فهذا مهم جدا للحاوي انه يتم توزيعها على كل المخيمات عندنا. كل مخيم له احتياجاته وله مشاريعه حسب وضعه السكاني ووضعه المعيشي للناس اللي عايشين فيه. الحقيقة مخيم عين عريك مخيم صحيح يعني ليس بحجم المخيمات الكبيرة لكن له احتياجاته الخاصة. توجهنا إلى سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله ورعاه بطلب لتوفير الحياة الكريمة لأبناء هذا المخيم بحيث ينفذ عدد من المشاريع اللي بتساعد الناس على يعني تمشية أمورها اليومية والحياتية. من المشاريع هاي طبعا اللي هو كان عندنا تأهيل مجمع الخدمات ومشكورين نفذوه عن طريق جهاز الأمن الوطني ونتيجته كانت نتيجة طيبة انه احنا استطعنا انه يصير في مردود مالي للجنة نصرف طبعا فيه على المخيم.
من المشاريع طلبنا تأثيث المكاتب لأنه للأسف فيش عندنا أثاث، وقاموا مشكورين بتوفير المكاتب والأثاث المكتبي من أجهزة كمبيوتر وطابعات وطاولات وكراسي، وطبعا احنا بنطمع في المزيد. من المشاريع المهمة لمخيم عين عريك مشروع النظافة، هذا مشروع حيوي بالنسبة لنا لأنه النظافة شيء مهم في حياة الناس. توجهنا لمكتب الرئيس بطلب حاويات من أجل توزيعها على السكان حتى تكون آمنة، هذا بالدرجة الأولى. اثنين، نظيفة. ثلاثة، تسهل حياة الناس، يعني تبعد الناس عن المشاكل الصحية وخصوصا الروائح الكريهة، في خصوصا سواء في فصل الصيف ولا في فصل الشتاء. فتوجهونا بلفتة كريمة يعني، وبعتونا ما نحتاج لكافة أنحاء المخيم. طبعا احنا بنوجه الشكر هنا للإخوان في مكتب الرئيس وعلى رأسهم أبو عمر محمود سلامة رئيس لجنة المساعدات المسؤولة عن برنامج صمود المخيمات. طبعا هذا كله بتوجيهات من الرئيس محمود عباس حفظه الله. الحقيقة احنا مخيم عين عريك من المخيمات اللي غير معترف فيه من ضمن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، لذلك احنا الخدمات اللي بتقدمها وكالة الغوث عندنا هنا خدمات منقوصة، بمعنى انه ما بتقدم لنا غير خدمات الصحة اللي هي الخدمات الطبية واليوم واحد فقط، والخدمات التعليمية. أما خدمات النظافة العامة مثل المخيمات الثانية غير موجودة، فإحنا بنعتمد على جهودنا الذاتية وبالشراكة مع مجلس قروي عين عريك اللي بقدم مشكورا طبعا ضمن رؤية معينة بيننا وبينهم للمحافظة على نظافة المكان، فهذا شيء ضروري جدا بيساعد على إبقاء شوارع المخيم نظيفة وبعيدة عن الرؤية التي قد يراها بعض الناس انه المخيمات هي بيوت ناس محترمين. صحيح احنا هاجرنا، بيوتنا كانت ملانه جرار عسل وصناديق برتقان، يعني ما كناش عايشين حياه فقر قبل 1948، بالعكس احنا كنا ملوك في بيوتنا، لكن جاء ما جاء وحصل ما حصل، وان شاء الله العوده قريبا جدا، العوده اتيه 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 لا محاله، ولن نتنازل عنها. هذا الحق اذا احنا ما حافظناش عليه مش راحين نضيع، وراح نورثه لأبنائنا ولأحفادنا، نقول لهم إنه بلادنا هي البرية وأبو شوشة والكباب وجمزة وعنابة واللد والرملة وحيفا ويافا، إحنا ما بنتنازل عنها، شاء من شاء وأبى من أبى. وقضية إنه يعني الكبار يموتون والأصغار والأطفال ينسون، هذه مقولة غير صحيحة. الأطفال تسأل أي طفل، ويمكن أنتوا لاحظتوا إنه تسأله من وين، بقول لك أنا من عنابة، أنا من جمزة، أنا من الكباب، أنا من البرية، فكلهم بنربي فيهم الانتماء للوطن الأساسي والمحافظة على حق العودة. في الزقاق ألف حكاية عن مفتاح ضخم ينتظره باب العودة، في الزقاق أصوات حزن تئن من وجع الفراق، في أزقة المخيم تشاهد في عيون أطفاله الأمل والإصرار على التمسك بحق العودة، فمفاتيح المنازل مخبأة في القلوب والذاكرة الفلسطينية لا تزال حية. أنا وسيم من مخيم عين عريك، أصلي من جمزة. إننا نرجع يا بلدنا ونحرر فلسطين ونحرر القدس. أنا اسمي عمر من مخيم عين عريك وأصلي من جمزة، نتمنى نرجع على بلادنا اللي سيدي ربي فيها، وهذا حلمنا إن شاء الله تتحرر فلسطين والأقصى. آدم ماهر سلمة عادي من مخيم عين عريك، أصلي من بير السبع، بتمنى أرجع لبلدي. أنا زينة من سكان مخيم عين عريك، أصلي من عنابة اللي وبتمنى أرجع عنابة اللي هجرونا منها اليهود. ما زالت رواية النكبة تعيش في ذاكرة المسنين وفي نبض أطفال يحلمون بالعودة، فمبادرة سيادة الرئيس تأتي انطلاقاً من حرصه الشديد على جعل المخيم عنواناً للصمود والعودة. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج
المخيم صمود وعودة من مخيم عين عريق. إلى اللقاء.